أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين الذين بذلوا نهجهم دون الحسين. السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس. في هذه الليلة نحاول أن نضع النقاط على بعض الأحرف لكي تكون لنا بصيرة في بعض أمورنا، حيث نتعلم عن أبي الفضل العباس صاحب البصيرة، نتعلم منه أن ندرك ما هو صالح لنا ولحركتنا، ما ينفعنا وما لا ينفعنا، لماذا نحيي الحسين، لماذا نحيي الاحتراف، ولماذا نذكر على بعض الشخصيات أمثال أبي الفضل العباس. هل هي طقوس اعتدنا عليها في كل عام، أم أنه ينبغي أن يخرج من مدرسة عاشوراء ونحن نحمل صفات، هذه الصفات هي دروس عاشوراء. لقد كان الإمام الحسين عليه السلام يطلب في هذه المعركة أمرين. هناك فرق بين الأهداف وبين النتائج وبين الباعث على التحرك. الباعث لحركة الإمام الحسين ولنهضته هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا البعض. هناك أهداف وهناك نتائج. النتائج إما أن تكون إقامة الحكومة الإسلامية من حركة الإمام الحسين عليه السلام، يعني أن ينتصر انتصارا ماديا عسكريا، أو لا تكون هناك نتيجة أخرى، أن يقتل ويستباح دمه. هذه نتائج. فالإمام عليه الصلاة والسلام يضعها نصب عينيه. قد تتحقق النتيجة الأولى وقد تتحقق النتيجة الثانية، ولا علاقة لها بالباعث. هناك أهداف،
الأهداف لم تكن آنية، وإنما كانت أهداف بعيدة المدى على امتداد التاريخ، هي صرخة باقية إلى يوم القيامة، هي مدرسة على السلطان الجائر، هي صرخة ضد النظام، ضد الطغاة، ضد الاستكبار. لكن الإمام عليه الصلاة والسلام أراد من المعركة أمرين: الأمر الأول تحرير إرادة الناس من سلطان بني أمية، وهذه هي الغاية الحركية في حركة الإمام. سلطان بني أمية، بني أمية عنوان ليس إلا، ليس بمشكلة الإمام أو مشكلتنا مع بني أمية، وإنما مع فعل بني أمية، فلأن هذا فعله استحقوا هذا النار، استحقوا المواجهة. فالإمام عليه الصلاة والسلام كان يطلب غاية حركية وهي تحرير إرادة الناس. الآن أبين كيف كان الناس قبل ثورة الإمام وكيف أصبحوا بعد الثورة. الأمر الثاني الذي كان يطلبه الإمام الحسين عليه السلام: إلغاء شرعية الخلافة الأموية، وهذه هي الغاية السياسية للحركة الإمامية. وقد حقق الله تعالى له الفتح والنصر في هذه، ولذلك فلنتأمل ونمعن النظر أكثر. بمعنى أن الإمام سلام الله عليه أراد أن يحرر إرادة الناس ليس في عصره وفي عهده، وإنما على امتداد التاريخ. فالطابقة في أننا نستثمر إحياء وذكرى الإمام سلام الله عليه، أو أن نحقق ما يريده الإمام سلام الله عليه، هل إرادتنا محررة؟ هل إرادتنا محررة؟ نستطيع أن نعبر كما نريد، أن نتكلم كما نريد، أن نرفض ما نريد، أو لا نستطيع. إلغاء شرعية الخلافة الأموية، بين الإمام سلام الله عليه في خطابه: ومثلي لا يبايع مثله، على امتداد التاريخ. يعني الإمام لا يريد أن يسلب الشرعية من الخلافة الأموية بالخصوص، لا، وإنما أي خلافة اتصفت بأمويتها للخلافة الأموية لبني أمية، يعني أي يزيد يأتي ينبغي أن تسلب منه الشرع. هذا أمر يطلبه الإمام، هذا أراده من المعركة. إذا لم نكن أحرار في حركتنا وفي رفضنا وفي معارضتنا، معنى هذا أننا لم نلتفت ونحن صرنا نعيق ما يطلبه الإمام سلام الله عليه. وكانت هذه
هي المهمة الأولى أو النتيجة الأولى لمصرع الحسين عليه السلام وأصحابه. يقول الفرزدق: التقيت على الشارع المعروف، التقيت الحسين عليه السلام وهو مغادر الحجاز إلى العراق يوم التروية، فسلمت عليه وقلت له: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ما أعجلك عن الحال؟ ليش مستعجل؟ فقال الإمام عليه السلام: لو لم أعجل لأخذت، يعني أخذت قهرا قتلا في بيت الله. الكلام الفرزدق ثم سألني عن خير الناس في العراق. الإمام يسأل عن أهل العراق، يسأل الفرزدق. فقلت له: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، والقضاء ينزل السماء والله يفعل ما يشاء. فقال الإمام عليه السلام: صدقت لله الأمر من قبل ومن بعد. فقال الإمام عليه السلام: لله الأمر من قبل ومن بعد، وقد صدق الفرزدق. فإن السياسة الإمامية تمكنت من تعطيل إرادة الناس، الطغاة الظالمون مهمتهم الأولى أن يهزموك من الداخل حتى يكسروا فيك الإرادة. إذا هزموك من الداخل هزموك من الخارج. إذا استطاعوا أن يحطموا إرادة الإنسان فهذه هي الغاية التي يرجوها العالم. وشلي أن السياسة العسكرية تمكنت من تعطيل إرادة الناس وشلي عزيمتهم وحركتهم، وتمكنوا من إحداث هذا الانشقاق الغريب في نفوس المسلمين، والذي يعبر عنه الفرزدق بهذا التعبير الدقيق: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. كم من الناس الآن في صفوف الشعب يتعاطفون مع ثور؟ قسم من الشعب سيوفهم عليك، وقسم منهم يتعاطفون معك، قلوبهم معك ولكنهم على التل ينظرون، ينتظرون ساعة الصفر إذا تحقق النصر أتوا لقطف الثمار. ولذلك على العاملين في الساحة، على الأحرار، على الثوار، أن يلتفتوا جيدا إلى تلك الساحة حتى لا تسرق جهدهم، حتى لا تسرق جهودهم. لأنه سيأتي ذلك الوقت الذي يصور البعض بنفسه أنه هو صانع ذلك الانكسار، وسيصعد على السلم. ويريد الفرزدق بكلمة قلوبهم معك ولاءهم، عقيدتهم، محبتهم معك، عاطفة الملايين تنادي لبيك يا حسين.
ولكن ساعة الشرك، ساعة المحن، ساعة الدماء. فإذا محصوا بالبلاء قل الدنيا، عدد قليل قليل، العدد قليل قليل. وقد كان العراق شيعة لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وقفوا معه، وقفوا مواقفه ضد خصومه في الجمل والصفين والنهروان. ولم يتمكن معاوية خلال حكمه أن ينفذ إلى قلوبنا، ما استطاع. معاوية قيل هائل بمكره، ما استطاع أن يسلب حب أهل البيت من قلوب الشيعة، لكن كان على قدر من الدهاء والمكر. حولوا الشيعة إلى بطاقة معطلة، حولوا قمهم، حولوا حسينياتهم مواكبهم أذانية، حولوها إلى طقوس تقليدية. وقد ذكرنا سابقا أن هناك مراحل تاريخية مرت بها مجالس العزاء ومواكب العزاء في التاريخ، أيام وفي عهد البهلوي هو الذي كان يراقب الجالس ظالم الطالب يستثمر هذه المجالس حتى يسلب من هذه المجالس قيمة المعارضة والانتقاد للسلطة الحاكمة. ولم يتمكن معاوية خلال حكمه أن ينفذ إلى قلوب الناس في العراق فينتزع منها ولاء علي بن أبي طالب وذريته، لكنه تمكن أن ينتزع من أيديهم السيف، تمكن من أن ينتزع من أيديهم السيوف، التي شهروها في وجهه يوم صفين. لا لا، مو فقط تمكن، بل قلب الموازين. وكلمة السيف قلوبه معك وسيوفه عليك، كلمة السيف كلمة رمزية تلمز إلى الموقف السياسي والإرادة السياسية، ويتبعها الموقف العسكري بطبيعة الحال. الموقف العسكري يتبع الإرادة السياسية. فإذا فقدت الأم إرادتها السياسية فقدت روح المحددة، وعطلت ما أراده الإمام الحسين عليه السلام، لأن الإمام عليه الصلاة والسلام في الأمر الأول أنه أراد أن يحرر إرادة المتس. لقد استطاع معاوية بما أوتي من الدهاء والمكر أن يربخ العراق لإرادته. صاروا طليعين إلى معاوية، ويسلب الناس عزمهم وإرادتهم. ويعطل بالكامل موقفهم السياسي تجاه مظالم بني أمية. ما أحد يتكلم بمظالم بني أمية، وصار كأنما فعلوه بني أمية على أنهم حق. هكذا تبدلت المفاهيم.
ويعطل بالكامل موقفه السياسي اتجاه مطالب بني أمية ومفاسدهم، ويجعل عنهم أناسا طيرين يطاوعون عمان بني أمية. عمان يعني الله أمير على ولاية عمان، يطاوعون عمال بني أمية في كل ما يريدون، لا يعترضون ولا يمتنعون، ثم يتبقى لهم حبهم أو بغضهم، لا يضرهم إن أحب الشيعة معاوية أو يزيد أو كريم معاوية أو يزيد، الظالم لا يهمه. أن تحب الظالم أو تبغض الظالم لا يهمه، يهمه أن يسلب سعادتك، أن لا تعارضه. ثم يبقى لهم حبهم وبغضهم وإقبالهم وإدبارهم، ولم يكن لمعاوية في ذلك الشأن، يعني لا يلتفت إلى هذه المسألة ما دام عطل إرادته وهي الغاية المهمة. هذا الانشطار الذي أحدثه الأموي، حكم الأموي في نفوس الناس، كان أخطر ما نعرفه من الانشطارات النفسية في التاريخ، يعكسه الفرزدق للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة: وجيز قلوبهم معك وسيوفهم عليك، وإذا فقد الناس إرادتهم وسط الصراع حصلت الثورة، توجه الناس إلى الميدان، تلك الروح التي تحفز نحو مواجهة حتى الشهادة، ثم تأتي بعض المنعطفات لتحاول بطريقة وبأخرى أن تزلزل إرادة الناس وتثبت عزائمهم. أنتم لا تستطيعون، هذا النظام الذي يمتلك هذا العدة العتاد العسكرية قوات على الجزيرة، حتى يخوف الناس يثبتوا عزائمه، فإذا فقد الناس إرادتهم في وسط الصراع فسوف يفقدون كل شيء. لو أن الشعب التزم بوصية الأستاذ عبد الوهاب وكسر قانون الطوارئ في تلك الفترة لاختلفت الموازين اليوم. أنا كنت أعبر على الناس، إلى الشباب إلى الجماعة، قلت لهم: إذا استطعتم أن تفقدوا النظام سيطرته استطعتم أن تصلوا إلى النجاح سريعا. لذلك أمريكا تراهن على الوقت، وهي تمتلك من الذهاب، الإدارة الأمريكية تمتلك من الجهاد والمكر أن تخدع المعارضة. وبالتالي هي تنعم على عامل الوقت شيء فشيء، تحاول أن تفقد الناس إرادتهم وتثبت عزائمهم وتلعب بالورقة الداخلية. ما هي الورقة الداخلية؟ مرة تكون الورقة باسم زين
ومرة تكون باسم الملف الاجتماعي. الوحدة وهي الوحدة وهي الوحدة. ما هي الوحدة؟ الوحدة لا يعني أن أذوب في مشروعك. الوحدة تعني أن نتكامل في مشروعات بعض المرات. هذه هي الوحدة. لا تعني أن أسقطك والديك أو تسقط المكر غيمي. هذه ليست الوحدة القرآن. الوحدة في المفهوم القرآني إذا اختلفت معك أختلف معك في سبيل الله. أريد أن أنقل هذا الشعر الذي عاش ردحا من الزمن تحت ظل ذلة والهواء 250 سنة كافية أن تعلمنا المحطات التي مرت بنا. يعني ننتظر بعد 10 سنوات حتى نطلع انتفاضة جديدة. ينبغي أن نقول 14 فبراير 2011 بدأت ولن تنتهي إلا بشعار. أنا ما كنت أعير أن بعض الشباب مثلا يبقى مطارد. إذا كنت تعطي في الخارج لا تبقى جيد هذا مطلوب، لكن إذا كنت ترى في نفسك أنك لا تعطي في الخارج تقولونك مش المشكلة. لو كان الشخص مستعدا للسجن لما استطاع النظام أن يسيطر على هذا. ولذلك أمريكا تراهن على أن هؤلاء قادرون على سيطرة الأوضاع. هناك احتجاجات في المناطق هنا وهناك. نحن نريد أن نعرف كيف نلعب المعركة. أن ننقل المعركة من داخل القرى إلى الشوارع. حتى نفوز. وكلما اقتربنا من المصالح الأمريكية كلما تدخلت أمريكا ولترحيل. وهذا ما حصل في مصر بالذات. مصر حسني مبارك حليفا استراتيجيا إلى أمريكا وإسرائيل. مو هؤلاء. الذي أسقط حسن مبارك هو حضور الجماهير في الساحات. هذا الضغط. وعندما شعرت الإدارة الأمريكية أن كرسي حسن مبارك تزلزل خلاص هي تدخلت تسقط. ورقة هي تلعب بهم فقط. وهو حليف استراتيجي. هؤلاء ليسوا حلفاء استراتيجي. حلفاء فاعلين. يتخلون عنهم في اسرع وقت. لكن نحن لا نعرف كيف او من اين تؤكل الكتب. وإذا فقد الناس إرادتهم في وسط الصراع فسوف يفقدون كل شيء. وقد عرف بن أمية هذه الحقيقة وقد أمعنوا في إذلال الناس ومارسوا في الناس صنوفا من الإذلال لم يسبقهم له مثيل في تاريخ الإسلام ولا حتى في الجاهلية. وحديث الإمام الرضا عليه السلام إلى ابن شبيب واضح وصريح. يا ابن شبيب في حديث المطول
عن الشهر محرم الحرام وفي أول يوم من شهر محرم الحرام. من ضمن هذا الحديث أنه في عصر الجاهلية كانوا يحاولون الظلم والقتال في الأشهر الحرام، وهذه الأمة بنو أمية لم تعرف حرمة نبيها، قتلوا بنت نبيها وانتهت ثقلا حتى في عصر الجاهلية لم يحصل. يدخل الطاغية ابن مرجان، يدخل الطاغية ابن مرجان بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وأولاده على هيئة الأسارى إلى جامع الكوفة، ويركض منه ويشتم علي والحسين، فلا يقوم له أحد، شخص واحد الذي يقف ويعطل عبد الله بن عفيف. أين الأمة؟ وين شيعة الحسين؟ يجلس ابن زياد في قصره ويحضر أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله على هيئة أسرى، ويضع رأس الحسين عليه السلام بين يديه وينكث بقبيله شفتي الحسين. إمامكم ريحان الرسول، فلا ينكر عليه أحد غير زيد بن القلق أو زيد بن القلق، شخص واحد. أين شيعة الشعائر؟ أين شيعة الحسين؟ كلهم سلب يزيد منهم إرادة قلق. ويمارس حكام بني أمية ألوانا من الظلم والإفساد والتدبير في بيت المال، فلا ينكر عليه أحد ولا يغلب عليه الخارج ولا يشهد أحد سيفا في وجوههم. ولست أعلم ماذا أصابها خلال هذه الفترة من حكم بني أمية، حتى فقدوا لهذه الصورة إرادتهم ووعيهم وصاروا أدوات طيعة ليدعو عمر بن المؤمنين. المشهور الأموي في تعطيل الإرادة والموقف السياسي حول ثلاث أدوات. الأداة الأولى التنظير العقلي عن العقائد الفلسفي للنضوخ للظلم والفساد والكف عن الاعتراض على السلطة. لذلك المعلم بين الثنية والأخرى بأساليب أخرى، ومثال ذلك مرت بنا فترة كان الكل ينبذ العنف والكل يتحدث عن السنية. من الذي اتخذ طريق عنف؟ الشهيد عبد الرضا أبو حميد الذي رفع وفتح صدره، هذا عنف؟ الشباب الذين خرجوا يواجهون مرتزقة
أسلحة فتاكة. أي عنف. ثم يطالب النظام المعارضة الرسمية لنبذ العنف. لماذا يطالب النظام؟ في نفس الزمن وفي نفس التوقيت، لأنها أداة يحركها الطالب، فيصور مفهوما فكريا على أن هؤلاء دعاة عنف. هذه الثورة ضربت أروع الأمثلة والنموذج في السلمية. نحتاج نطبق على السلمية، والسلمية بمفهوم القرآن سلمية السيد عبد الوهاب الذي خرج، سلمية الشهيد عبد الرضا أبو حنون، مع أنكم لم تقبلوا أن يذهب هؤلاء الشباب إلى الميدان في ذلك الوقت. أن كنت موجود وكان الإخوة يوجهون نحو السلمانية. إذا فقد الناس إرادتهم فقدوا كلهم. والحمد لله كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الحمد لله الذي جعل أعداءنا حمقى. أحيانا حماقة تفيد، جمعت لو شغلنا. إذا استطاع الحكم الأمر في ذلك الوقت أن يرضخ الناس لقبول الظلم والكف عن المعارضة، فلا تكفوا عن المعارضة، كونوا في الساحة. لو أن الناس تخرج كما خرجت مع الأستاذ عبد الوهاب في الشوارع العامة، كم يعتقل وكم سيقتل؟ كم فقدنا من الشهداء بلا منبار؟ في العهد الدولي عندهم عدد معين ما يستطيعون أن يقتلوا أكثر وأكثر. هذا العدد كله ما يستطيعوا أن يقتلوه مرة واحدة، ما ممكن. تقريبا 200 شهيد، 186 شهيد. هذا العدد ممنوع دوليا في وقت واحد. الأداة الثانية التنظير الفقهي لتحريم المعارضة. المعارضة ألوان، أكو معارضة جدية قادرة على إعاقة مشروعات الظالم، أكون معارضة لديها مشروعات لا تعاق الظالم. نحن ماذا نريد؟ نريد لإرادة الناس أن تتحرك الصحة. وإدخال الخروج على الحاكم ولمعارضة السياسية تحت طائلة الحرمة والحرب الشرعية. مرة يتم الحديث عن غرق الشوارع، مرة يتم الحديث عن حرق الإطارات. في إشكال شرعي وفي إشكال شرعي. جيبوا لنا فتوى في إشكال شرعي.
الأداة الثالثة سياسة الإرهاب والفتك والبطش والمعارضة إلى جانب التطميع من إغراء بالمال لإنهاء المعارضة السياسية وإرغام الناس على قبول الحكم الظالم. ومن يطلع على الثقافة الفقهية والحركية في الإسلام بعد واقعة كربلاء يعرف جيدا أن الإمام الحسين عليه السلام تمكن من إلغاء هذه الثقافة. وبالتالي تمتد الدعوات إلى مواجهة الأنظمة الظالمة الاستبدادية. فهذان الأمران اللذان أراد الإمام سلام الله عليه ونركز عليهما تحرير إرادة الناس من سلطان بني أمية وأمثالهم، وهذه هي الغاية الحركية. والأمر الثاني إلغاء شرعية الخلافة الأموية، وأي خلافة نهجت هذا النهج الأموي، وهذه الغاية السياسية لحركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.